برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث ناقشت الجلسة تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية ومشروع قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وقانون العقوبات ومشروع قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. على صعيد متصل، ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة وقرر الموافقة عليها وتمت إحالتها إلى الحكومة، كما وناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص مشروع القانون اللي هو بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. فإحنا نتفق مع مرئيات الحكومة الموقرة في رفضه، ومن خلال التجربة الديمقراطية ما واجهنا أي مشكلة سابقا مع النص الموجود عند فتح باب الترشح وغلقه، والعملية تجري بكل مرونة وانسيابية. فبناء عليه من الأفضل ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الانتخابات العامة، وجلالة الملك هو المختص دستوريا بتحديد ميعادها، وللوزير وزير العدل طبعا في الانتخابات التكميلية. وهذه السلطة التقديرية الموثوقة آلية تخدم الحق السياسي اللي يتم مباشرته بحسب التجارب السابقة.